مازلنا معكم في برنامج كيما شو على جو اف ام. مرحبا بكم، مرحبا بالساده المستمعين والمستمعات القادمين يسمعون فينا. ان يتواصل معنا وتفاعل معنا على التواصل الرسمي على فيسبوك جو اف ام، وتجمعوا تتفاعلوا معنا على قناتنا الرسميه على اليوتيوب. شكرا للناس اللي يتفاعلوا معنا اليوم في البرنامج كيما شو. مازال متواصلين معنا ضيوف في الجزء الثاني باش يحكيوا في كمان الشبكة التواصل الاجتماعي بالتحديد على قناة على اليوتيوب والسوشيال ميديا إلى ذلك. عنا خلينا نرحبوا بكل حب لأحمد غرسالة. مرحبا بك أحمد. عسلامة سي كمال، ميرسي على الانفيتاسيون. مرحبا بك أحمد. ومعنا ياسين كحلون. مرحبا بك ياسين. عسلامة، لاباس عليك. شحوالك ياسين؟ لاباس عليك، صحتك كبير. باش تعرفوا عليهم اكثر تفاصيل، شكون هو احمد، شكون هو ياسين كحلون. احمد غرسالة، مرحبا بي. مرحبا يا عاشق. 22 سنين من 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 حلقه الواد، نجحت سنين ثلاثه الاقتصاد في الجامعه، مبروك. عاشق، مبروك عليك. قريت عامين في مسرح في التياترو لتوفيق جبيلي، وعام في اسباس 67 لمعز كتيري. حليت هبتيت قناه رسميه على اليوتيوب في 2018 اسمها تو بي برودكسيون. صحيح، كل شيء صحيح. مليح بريق واضح. يعطيك الصحه، مرحبا بك احمد. ياسين كحلون، مرحبا بك. وبيك عايش كمان. ياسين كحلون ممثل وسيناريست ويوتيوبر بالصفة عامة، يسكن في مدينة جديدة. قلت لي إنه شاب طموح ويطمح العالمية، شو قصدك هذا شاب طموح ويطمح العالمية؟ شاب طموح، ديما عندي طموح ونحب نوصل للطموح نتاعي والأحلام نتاعي، وإنه بالعمل وبالخدمة وبالمعنى بكل شيء نوصل للعالمية، علاش ليه؟ إن شاء الله علاش ليه؟ باهي تقرأ في المسرح مع مع سكريري، مع سي عز الدين ومع سي هيثم. اي لي تروا كوتش قدم لهم تحياتي، سي معز الكديري وسي عز الدين وسي هيثم. مرحبا بك ياسين، نورتنا وشرفتنا، وشكرا اللي بيت تعودت تسيدوا نحكيوا اكثر تفاصيل عليك. اي مثلا متواصلين معكم احمد جمتو معك كنتي. كيفاش جاتك الفكره كي بديت تدخل في اليوتيوب؟ والله هو غرام معناها من الاول، اما الغرام ما كنتش في بالي بيه معناها من الاول، مش لقت بيه مغروم معناها نتفرج في سيريات مسلسلات برشا حاجات، اما كي نتفرج ما نحسش راح نتفرج معناها كعبد عادي، معناها نحس اللي فما حاجه في داخلي اللي انا نجم نعمل حاجات هكا. بديت الحكايه معناها فيديو قصيره على الاخر فيها دو مينوت حاجه هكا، هبطت على الفيسبوك عجبت العباد، والحقيقة معناها فما عباد وقفوا معايا من الأول، نوجه لهم تحية، منهم حمزة سنوسي معناها صاحبي بالكدا، كهو معناها جتني الفكرة بتاع نحل شين يوتيوب ونبدأ نخدم معناها. الخدمة الأولانية صحيحة صعيبة هي معناها كل شيء، ما محلاها ما تتنسيش الخدمة الأولانية، فهمت؟ باهي ياسين، كيفاش دخلت في ميتين سيناريو؟ سيناريو بالنسبة للسيناريو أنا نتابع في يوسف سحري بحري، قدم له تحية زادة، مشروع تحية نتابع فيه على الانستغرام، مهبط على الانستغرام معناها اللي هو حاجته بدي سيناريست وكل شيء، وحاط الإيميل متاع مهدي قرقوري زادة كيف كيف، قدم له تحية إنسان محلية على الأخر. دخلت للإيميل، بعثت الإيميل لمهدي قرقوري، شاف معناها شافني أنا شني نعمل معناها نمثل، ودي ساعة ساعة معناها نعاون أحمد في الكتيبة، عمل لي انترتيان، قديت الانترتيان تاعي عجبته خدمتي، قال لي مرحبا بيك، ودخلت في الدومين سيناريست مع يوسف سحري بحري في برنامج سحري بحري. البرنامج طبعا نسيتو نحكيو عن التفاصيل على سحري بحري في البرنامج اللي تعرضت في قناة تونس. علي نرجع لك، صباح احمد نرجع لك. قناة الرسمية تاعك اسمها توبي برودكسيون، علاش اخترت الاسم هذا توبي برودكسيون؟ باهي على باز هي شين يوتيوب، انا عملت لك كرياسيون تاعها كان اسمها احمد غرسال، وبعد بطول المده دخلت معايا ايه، نوجه لها تحيه يا عساس، وبعديك خلطت ياسين معانا زاده في ثالث خدمه كل شيء، دونك من وقتها ولينا نخدموا ثلاثه فيها الشين، فهمت؟ دونك حسيت درك كيفاش كان نخليها اسمها احمد غرسال،
وانا من اول فيديو في الانترو عملت دوبي برودكسيون على خاطر الاسم نتاعي في الحومه دوبي معناها فهمت. دونك كي جيت في الانترو دوبي برودكسيون دونك قلت لهم نسميها دوبي برودكسيون ومشيت مو غادي كيك الحكايه. تتذكر شي اول خدمه هبطتها على اليوتيوب؟ بالطبيعه هذيك الخدمه الوحيده اللي ما نجمش ننساها بالتضحيات بالمصاعب نتاعها على خاطر ما تعرف انت دومين صعيب برشا وامبوسيبل باش تبدا معناها من الاول اليز وتبدا عندك الماتريال اونتر بارونتيز معناها الفيديو تصورت بالتليفون منها هي الصوت منها هي التصوير منها هي الكادراج هي كل شيء معناها فهمت حتى المونتاج. دونك هذيك ما تتنساش الفيديو هذيك ومالغري سا معناها عملنا فيها فيو بالكدا بالكدا. انت توا تعمل تصوير ومونتاج وتعمل كل شيء على من الاول هذاك من الاول انا نعمل كل شيء ويعاوني ياسين انما توا الحمد لله وليت عندنا ايكيب معناها فما شكون لي بالمونتاج فما نوجه له تحيه باش ما ننسى حتى حد نورشين بوثلجه في الكادراج معنا خيري حبوبي زادة بالحق قاعد يتعب معنا برشا نشكره برشا برشا وائل السويسي زادة معنا الحمد لله معنا توليت كيب فرهدنا. أحمد وخد أحمد وياسين تعاملتوا مع بعضكم في الخطوة على قناة تاعكم توما؟ جست توضيح صغير فضل. أنا وأحمد معنا في الأصل ولاد خالات دي كوزان وبعدين كمان دخلت معاه في الخدمه ولينا نخدموا بعضنا ويكيب فيكس معناها. اول خدمه ياسين مع احمد وقتاش؟ اول خدمه في 11 اكتوبر 2018 اللي هي رجل كل مش كيف كيف اول اكسبيريونس بالنسبه لي انا معناها قدام كاميرا وتصوير وكل شيء. خدمه ما ننساهاش خدمه محلاها برشا معناتها كاول فيديو خدمتها سير يوتيوب معناها حاجه تحفونها على الاخر و بالرسمي معناها حسيت بروحي لي فقت بالموهبه نتاعي في الفيديو هذيك وزيد قدمت خدمنا فيديو الحرقه من بعد بدينا الثنائيه هذيك. بالنسبه لك ياسين سيناريو تعمل تقوم فيه وتقوم فيه كان اسكو تعمل سيناريو سهل ولا صعيب؟ شو بالنسبه باش تكتب سيناريو ديجا حتى احمد يقول لك ماهيش سهله جمله واحده. علاش؟ خاطرك انت باش تخدم حاجه للناس الكل معناها الاذواق الكل لازمك تخدم على مش يعجب الخدمه باش تعجب الاذواق الكل خاطر كل واحد وذوقه. مثلا انت تعجبك حاجه هذاك ما يعجبوش الحاجه هذيك دونك لازمك تخدم حاجه باش ترضي الناس الكل وترضي الاذواق الكل. دونك نعتبرها ماهيش كمهنه سهله معناها. كي تكتب سيناريو تو مثلا كي تكتب اي سيناريو معناتها تشوف شخصيه معينه في الخيال تكون يعني شخصيه هذه تكون جسدها دور؟ بالطبيعه ما تكتب شخصيه الا ما تكون ساعات هو كي تجي انت يبدا رول سكوندير معناها ماهوش مهم برشا في الكتيبه معناها مش مشكله بعديك تنجم تبقى ماك يبدا معناها رول برينسيبال كذا. إيه مثلا انا احمد نعرف اعمل شنو يعطي واحمد وين خدمته معناها القوه نتاعو فين دونك معناها نكتب على حسب امكانيات احمد. مثلا ما نجمش نعطيه رول هو ما نجمش فيه مع كل احتراماتي معناها القدرات الفنيه ما هو سي لوجيك معناها كل واحد عنده الميزه نتاعو اللي تمشي فيها خدمته معناها يبينها اكثر فهمت. انت قلت قبيله في المقدمه في البرنامج قلت ياسين ممثل وسيناريست ويوتيوبر. لو كي نحكيوا على الخدمه نتاعك انت على اليوتيوب باهي في اليوتيوب هو كيفاش بديت انا دخلت مع احمد المهنه. احمد وقتها باش يصور فيديو كورمتراج رجلكم مش كيف كيف حاجته الشخص يمثل معاه هبط ستوري على الانستغرام شكون معناها ينجم يجي في حلق الواد الوقت الفلاني في النهار الفلاني. ما كنتش ملاكسين انا بطبيعتي نلوج على حاجه كيف ما كي كنحب نعمل خاطر انا معناتها ملي انا صغير نتفرج في التلفزه نمشي نجسد الحاجه اللي تفرجتها في الدار. دونك لقيت الفرصه مع احمد كونتاكتيت احمد بويسكو الكوزان تاعي قال لي سور قلت له سور. تقابلنا في النهار هذاك نهار التورناج اعطاني الكوستيوم قال لي جيب الكوستيوم كذا وكذا وكذا وبديت الخدمه نتاعي. ديجا معناها اول تورناج صارت فيه ترفه ما تنساش بدينا التورناج مصعتين تاع القايله وفيه مصعتين تاع الليل. من الاول بدينا نصوروا جينا الحاكم قال لنا فاش قاعدين تصوروا قلنا له معناها نصوروا في كورميتراج قال عندكم شي ما يثبت اوتوريزاسيون يا اخي وريني له معناها الشين يوتيوب
ما حصل انا يكون في العصبين معناها اما لك ايه فكنا الكاميرا فسخنا الفيديوهات الكل اللي صوروا فيها معناها افهم انت من العشيه من القايله ونحن نصوروا وتفسخوا الفيديوهات بلي اونتر بارونتيز علاش في تونس نحن الشباب اللي معناها الشاب الطموح اللي عنده احلام ويحب يحققهم باش يعمل حاجه يعملها بالسرقه ما تتولينا باش نصوروا كورميتراج في الشارع في الشارع يولي يصورها بالسرقه معناها يخاف للحاكم يشد وينه حيفسخ له الكورميتراج نتاعو ولا تقدمته ولا كل شيء فهمت دونك صارت المشكله هذيك وبعدك فضيناه وبعدك تعديت مرات لكشت علينا جي رجلها وصارت مشكله وكالعاده عاود رجعنا للمركز وبعدك حسيلو كملت الخدمه ما ساعتين تاع الليل حسيلو عرقوب ياسين عرقوب خير ما شاء الله اول ما جاء حسيلو اول اكسبيريونس ما شاء الله بي احمد انا شفت دخلت القناه الرسمية على اليوتيوب تاعك انت تفكر عاد برشا ابوني كل شيء من 2018 حتى 2021 كيفاش يعني المشتركين دخلوا مباشره على قناتك تاعك انت علاش اختاروا توبي برودكسيون بلاسيس يعملوا الابوني معناتها يدخلوا في القناه الرسميه شو العبان الفيديوهات تعمل فيهم والله هو ساعة أول فيديو بويس كنت مازلت كتبدا جديد معناه الفيديو الأولاني باش تعرض العبيد كومباريزار فهمتها أما الحاجة يا إما العبد هذاك اللي تفرش فيك إسكو بالكونتوني بتاعك باش يشد وإلا لا دونك ونحن الحقيقة مشينا من الأول على المواضيع الاجتماعية المشاكل اللي في تونس إتسيتيرا معناه والتونسي هذاك شي يحب نعم اي نشارك بعد شويه احمد يسير قلت قبيله توا تخدم مع سحري بحري في قناه تونس في برنامج سحري بحري البرنامج في قناه تونس انت مشرف خاصه على سابين معناتها في البرنامج كيفاش بعد قلت انت تعرفت على بعد عام سبحان الله صحري بحري عمل كاستين سوري على انستغرام يا اخي اتصلت بي ولا كيف اتصلت بالمعني بالزابينغ خاطر احنا ايكيب دو زابينغ مانيش انا وحدي في الزابينغ معنا مهدي معايا ايكيب كامله معناها معنا فيدي معنا محمد ومعنا خلود معنا ايكيب كامله نحن وهو المشرف علينا مشرف على الزابينغ مهدي قرقوري وهو حط في ستوري لي ميل نتاع المشرف اللي هو مهدي قرقوري اتصلت بالمهدي قرقوري عملت اونتريتيان تاعي عجبته خدمتي تقبلت معاهم وليت نخدم معاهم بيناتنا ياسين سحري بحري تشوفوه على اليوتيوب ولا خير من الواقع ولا كيما ولا في الواقع انسان اخر يوسف معناها مش نشكر فيه محترم ولا مش محترم محترم هو. جدا انسان محترم خدام يعاون وهو طموح برشا على فكره ديما يطمح للفوق وديما معناتها يعاوننا ويموتيفينا نتاع تحب الحاجه هذيك اعملها تحب توصل للحاجه هذيك تخدمها ما يهمكش في حتى حد معناها ديما يعطينا في الموتيفاسيون بينا باهية بوزيتيف فايبس ديما معناها هو طموح ويزيد يعاون فينا نحن بالكلمه الطيبه والبوزيتيف فايبس نقدم له تحيه كبيره برشا نقدم له تحيه اكيد نقدم له تحيه سحري بحري ان شاء الله على رجلي يكون محفظنا في الوقت ولا صعيب ياسر لا ليش صعيب ياسر هو ماهوش متكبر انسان متواضع وانسان محترم ويحب الخير ان شاء الله به احمد نحكيه شويه شكون عاونك في التمان في اليوتيوب في العمل تاعك انت في الاساس معناها فما مراه فاضله ونحبها برشا تعز عليها برشا هي ام صاحبي مدام حنان نوجه لها تحيه كبيره برشا خاطر بالحق في الوقت هذاك حسبتنا كيما اولادها وتحلنا دارها ونمشيو نصوروا وصلت صورت معانا فما الدفوا فما اصحابي من جملتهم معناها حمزه ويل سعد وبتيش معناها فما الحقيقه معناها انا لقيت فما برشا عبيد في الوقت الصعيب لقيتهم معناها واقفين بجنبي معناها ابريتو انا نعمل في الحاجه هذيك انا مغروم بها ما هوش مغرومين معناها جوست يجيو باش يعملوا البليزير باش يعاونوا احمد حتى امين زاد اللي حل لنا قهوه وغاب امين غابه بالحق معناها مسكين يبدا في وسط النهار خدمه وكل شيء نكلموا ناس تليفون قولوا امين حاشي معناها ديسين في قهوه وكل شيء عمره لقى لي لا مسكين يحل القهوه ومعناها بالحق فما برشا عبيد وقفوا معايا عمري لا ننساهم ذوك يقعدوا في المخ قناتك الرسمية على اليوتيوب تعمل فيها فيديوهات تخرج فيديوهات وكل شيء تاخذ فيها فلوس ولا والله اللي حكيت الفلوس هذا يضحك على الاخر على خاطر نورمالمون معناها بالنمبر دابوني اللي عندنا والنمبر دو فيو
نكذب عليك كي نقول لك ما فيهش فلوس، فما فلوس اما مش الفلوس الواو، اما نحنا صارت لنا برشا مشاكل خاطر اليوتيوب راه ماهوش سهل معناها عبد فيديو خذ فلوس، فما دروا دوتور اللي بالحق حشنا معناها في الفلوس نورمالمون راه عندنا مينيموم تاع فلوس، نحنا دروا دوتور الله غالب حقوق النشر، حقوق النشر نحطوا غنيه معناها ماهوش ماهوش ديكلاري ولا حاجه، الفلوس اللي نورمالمون ناخذهم نحنا ياخذهم مولا الغنيه، ونحنا بدون ماناش على علم اللي الغنيه هذيك معناها الحاجه هذيك باش تنحينا الفلوس ولا عن قصد نحطوا فيها معناها سي نورمال، بدينا في حاجه نحنا ما نعرفوهاش بشويه بشويه حتى لين توا ولينا نفهموا معناها الزابيسي نتاع اليوتيوب. قلت في الكواليس قلت تحب تعمل تصور فيديوهات تعمل يعني لحن كومبوزيسيون بالنسبه اللي كانت معناها باش تولي الخدمه 100% تاعنا نحن معناها ما عادش فما حتى مشكله خاطر كي تكومبوزي خاطر كل متراج هنا يستحق موزيكا وتمثيل كهو معناها التمثيل نتاعنا نحن يبقى المشكله فيش في الكور متراج الموزيكا كي تولي انت تلقى شكون يكومبوزي لك الموزيكا تولي الخدمه نتاعك 100% معناها الفلوس تتمتع بهم انت وقت تنجم خاطر اونتر بارونتيز ريت اللي تعاملوا معنا الكل بالحق معناها مجانا معناها يجي ويخسروا وقت خيري معناها يسكن بعيد علينا برشا مسكين يجي ساعات بثلاث مرات في الجمعه معناها يبدا عندنا التورناج بتاع ثلاث ايام مسكين يجي كل يوم معناها اما هو فاهم الوضعيه نتاعنا اللي نحن ما عندناش فلوس خاطر عملنا برشا غلطات دونك كومبوزي والموسيقى تبدا خدمه 100% تاعنا نحن كي ندخلوا الفلوس معناها تولي تنجم تعطي كل واحد حقه فهمت شو تحب تقول خيري حبوبي اللي تبع ان شاء الله يتابع فينا شو الميساج تقول له كل شيء خيري بالحق بخلاف الخدمه عبد محلاه على الاخر رجال وليده وخويا خيري معناها بالحق كومبليتمون حتى يسير معناها الجماعه الكل فمش حتى واحد مجمع اللي صوروا معانا ما تعرفش على خيري من الاول ما وليش اصحابه مع بحبوحي دخل روحه ويعاون ومعناها وديما يحب كي تبدا نخدموا معاه ديما يحب الحاجه الباهيه مش كيما يجي يخدم معاك مثلا حاجه تطبل فيها والله ساعات معناها خيري في بيريود تاع زمانيه قاني واحد بار اكزومبل ما لقيتش شكون يعمل لي مونتاج ولا حاجه مسكين يقول لي ابعث لي الخدمه ويقعد يخسر روحه ويعمل لنا هو المونتاج نعتبره انسان بروفيسيونيل خيري ويعطيه الصحه ونقدم له تحيه كبيره برشا نقدم له تحيه كبيره برشا خيري طيب نحكيوا على تجربتك في المسرح انت بديت في تياترو مع توفيق شبيلي وبعد انتقلت للمعازف ديري شو السبب الاختيار بين تياترو توفيق شبيلي قريب وبعد انتقلت للمعازف ديري باهي كيفاش انا دخلت على عالم المسرح كي بديت في اليوتيوب معناها كونتاكتيت برشا عباد من الدومين يقولوا لي راهو تمثيل لازمه مسرح دونك في الوقت هذاك عندي شكون نعرف وانا يقرا غاديكا قال لي راه معناها سباس تحكون على الاخر مشيت قيدت غاديكا وكل شيء العام الاول قريت عند سي هيكل الرحالي نقدم له تحيه والعام الثاني عند سي وليد عيد شنو اللي خلاني معناها نخرج من غاديكا البعد خاطر كما تعرف النسكه في عقل ويدو في باب العسل وساعات لي كور الوقت نتاعهم خايب وكل شيء دونك من بعديك كي قرر ياسين واي باش يدخلوا مسرح عند سي معز القديري قلت معناها قريبه وسي معز معناها دو فالور في الدومين معناها فهمت ياسين شي اثرت لك المسرح مع معز القديري المسرح بصفه عامه معناها وخاصه مع الاستاذ معز القديري وسي هيثم وسي عز الدين اللي انضافت لي اللي ثقه في روحك تكبر اللي تتنحى لك الحشمه اللي كلمتك تقولها ما عادش تخمم في العباد وش باش يقولوا العباد وهذاك اش باش يقول عليا وهذاك اش باش يحكي عليا ليه عندك ثقه في روحك عندك حاجه باش تعملها معناها اصلا حتى غير اللي هو قويك في التمثيل وفي الدومين يقويك حتى في الجانب الانساني بتاعك انت وفي شخصيتك انت شخصيتك بالحق معناها شخصيتك تولي عباره مهبول معناها اللي يخطر لك على مخك راك تعمله ما تقرا حساب حتى شيء وهذيك الحاجه الباهيه معناها بتبيعها في المهبول في الحاجه الباهيه معناها هاي بتبيعها ديجا هو معناها غاديك سورسين قلنا كي تمثل سايب الهبله شيخ ما تجيش معناها تقول انا باش نمثل ديجا يقول لك هو الهبله هي الحاجه الاولانيه في المسرح ياسين كما قلت قبيله تخدم مع سحري بحري سحري بحري على برنامج سحري بحري على قناه تونسنا اذا انت فهمش موسم جديد نشوفوا الخدمه نتاعك جديده وكل شيء هو على حسب علمي انا فما سيزون 2 تبع سحري بحري البرنامج
وبقدرة ربي إن شاء الله معناها مواصلة معاه وإن شاء الله ربي يسهل باش نكملوا نخدموا مع بعضنا معناها باش نخدم معاه في البرنامج بتاعه. واضح. ياسين ما عادش عندنا وقت نخليك كلمة ختام شو تحب تقول للناس اللي تابعوا فينا لين؟ باهي بالنسبة للناس اللي تابعوا فينا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحوار متاعنا وتابعونا على شين توبي برودكسيون سور يوتيوب ومعناها نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة برشا لعائلتي أمي وبابا وأخواتي اللي من الأول معناها كانوا معارضين شوية وبعديك معناها دزوني وعاونوني وكانوا معايا وواقفين معايا مهما يصير. أصحابي اللي وقفوا معايا زادة نقدم لهم تحية، حتى أصحاب أحمد اللي هما زادة جاء أصحابي معناها وعاونونا وقفوا معنا، تحية كبيرة للتحنان حنون راني نحبك برشا، وتحية كبيرة لخيري واللي كيف الكل وكيف كيف تحية زادة باش ما ننساهاش لزميلتنا إيه عساس. نفس اللي قالوا ياسين براتيكمون معناها نشكر برشا امي وبابا واخواتي معناها ضحاوا معايا برشا. فما عبد الله يرحمه هو توا في دار الحق مدام جليله ديما في اي باساج معناها باش نشكرها على خاطر بالحق وقفت معايا برشا. تحنين بالحق مره فاضله على الاخر. اصحابي اللي سميتهم الكل وتابعونا على شين يوتيوب دوبي برودكسيون. ميرسي ليك انت على الانفيتاسيون، سامحني نسيت على الانفيتاسيون، وتابعونا على الانستغرام كحلون ياسين كحلون واحمد دوبي 11. واضح ياسين، واضح ياسين واحمد. احمد في الخدمة ايش عندك؟ عندي فقره ايش عندكم جديد؟ فما عمل جديد الخدمة قلت لي في اوت بشرتاح وبعد تعاود ترجع معك. اي الحقيقه مع شارج تاع القرايه واليوتيوب قررنا انا وياسين معناها باش نعملوا راحه شهر، اما عندنا برشا حاجات مكتوبين ان شاء الله اول سبتمبر نرجع نصور وبرشا جديد بقدره ربي. مستنيونا. يعطيكم الصحه، شكرا ليك احمد، شكرا ليك ياسين نورتونا وشرفتونا. مشاهدينا الكرام ومستمعي راديو الجو فاهم حق نوصل لختام برنامج كيما نشوفوا، نتقابلوا نهار الجمعه الجاي. باي باي.